حيا الله. بلوج جديد من قناتي على اليوتيوب بس هالمرة بالليل. زين بنشوف برج اسمه برج ذا ايج. في المكان هي الدخول الانترنس عبارة عن كنت مدوب كذي مدرج زجاجي تحتك نيويورك، تشوف شوارع نيويورك، تشوف أضواء نيويورك. برج شيء يعني شيء حلو شيء راقي. أمسات رحت بس إنه كان مثل ما تقول كان فيه مطار وهالأمور فما أقدر. يلا طبعا كالعادة نيويورك دائما زحمة، دائما نيويورك دائما زحمة. يلا يعطيكم العافية جميعا، خلنا ندخل نشوف. طبعا شوف فيه سكيورتية هني شيكوا عليه. شوف كيف الدخول طبعا مثل ما قلت لكم ازدحام مش طبيعي، نيويورك زحمة في كل مكان. المدينة التي لا تنام من قلب ذا ايج. شوف المنظر، روعة المنظر. ذا ايج المنظر، مدينة نيويورك بالكامل هذه. اي روعة، واو صراحة روعة. ايدول فاهمين العالم، الناس كلها تصور سلف صغيرة تضحك. مدينة من تحت. يا هذا سناس. أنا بالنسبة لي عادي. صور من زاوية ثانية من مكان ثاني. من زاوية ثانية بصور كشف جميع الزوايا. هذاك المركز التجاري العالي. هذا المكان في هناك درج بس ما في شيء، بس الناس اللي تاخذ سيلفي تصور. هلا ما هذا هو بس خلاص. لا اطلع غير هذا المكان ما في شيء. يعطيكم العافية، انتهى الفلوق على هني. يا رب ان يكون لان عجبكم، فلوق صراحة جميل جدا، اتمنى ان يعجبكم يا رب. خفيف فلوق خفيف طبعا. هني كثير افكارنا افكار هالامور ما حد مهتم يعني الموضوع هذا ما حد مهتم. طبعا ده شو داخل مول معلومين فقط يعني. شوفوا هذا المول داخل المول برج، في فنادق، في مول، في كل شيء بس.